عنده يحكي شيء تاني مغاير، ما بيقدر يقول لحتى يتمايز داخل بيئته مثل ما هو بيبعت بعض الرسائل احيانا انه انا بدي اتمايز افهموني لاتمايز، بقوم نطلع من هاجم سلاح المقاومه وبنقول عن السيد حسن انه هو كذا وبنحكي كل هذه العبارات من اجل نسجل فاتوره مواقف. ما بتقدر هذا الكلام تحكيه، ما بتقدر اليوم انت من 2006 لليوم تطلع بافطار جبيل تقول حزب الله اذا كان يعتقد انه سينتصر على اسرائيل فهو واهم. شو هالحكي هذا؟ هلا صح حزب الله واهم؟ ما بتقدر انت تطلع تقول انه بس هو من باب انه انت ما بدك تلغي شركائك. مين يعني الغاهم؟ وين الغاهم حزب الله؟ برئاسه الجمهوريه عم يفرض عليه انت الك شيء عند حزب الله اذا حزب الله اختار مرشح اسمه سليمان فرنجيه؟ الك شيء عند الرئيس بري اذا رئيس بري طلع قال انا مرشح لرئاسه الجمهوريه هو سليمان فرنجيه؟ يا اخي اطلع سمينا من هو مرشحك، ما كل يوم بتجرب بواحد وكل يوم تحكي عن واحد. طب ما انتم مش قادرين تتفقوا على مرشح لرئاسه الجمهوريه، اذا لماذا كل هذا الصراخ ثنائي متمسك بسليمان هلا ومبارح وعبكرة، وحيضل متمسك بسليمان حتى انتم تقدروا تتفقوا على شخصية وتروحوا على حوار فليكن حكم ساعة المجلس النيابي. طيب بس مش التسويات في المنطقة، لانه التسويات في المنطقة انتم ما لكم وجود فيها اصلا، عيب تحكوا اصلا تحطوا حالكم فيها يعني. طب هلا اليوم دور الخماسية هل برأيك يمكن ان يشكل خرق بهذا الجمود الرئاسي؟ لا اعتقد في هذا الواقع هناك اي خرق في الجمود الرئاسي بالواقع. هلا اللي انت شايفتيه في المنطقه وفي لبنان الصوت للميدان في الجبهه الجنوبيه والصوت اكبر لجبهه غزه. هلا من هذا المنطلق انت حتى ولو طلع السيد حسن وقال انه لا رابط بين التسويات في المنطقه ورئاسه الجمهوريه، بهذا الواقع عم باكد لك انه نحن لا ناطرين التسويه لكن بدنا نتفق على انت رئيس. انت بتقدري هلا انك تعملي اجتماع في مجلس النواب وتنتخبي رئيس عندما تتوفر الاراده لمن لا يعطل، ها؟ بس انت ما اذا رحتي هلا على المجلس النيابي ما في عندك انتخاب رئيس، شو الخيار؟ الحوار. هلا يقولوا نحن بدنا نشارك بالحوار، هي عم تطلع على اسرائيل وتقصف بالجنوب، الرئيس بري بتخيل هو بيعمل طاوله حوار. طب ما انتم جربوه، ما بدكم حتى تجربه الحوار، شو بديل الحوار؟ تعطيل، حتى ما اقول شيء ثاني، تعطيل. طيب مين المعطل بيكون؟ اصلا انا يعني عن جد متفاجئ قديش الرئيس بري باله طويل في الدعوة إلى الحوار مرتين وثلاثة وأربعة، والله شيء كتير. هيدا الصبر الاستراتيجي اللي منشوفه. نحن عنا صبر استراتيجي بالجبهة وصبر استراتيجي بالسياسة وبعدين، بس عنا ثبات استراتيجي اسمه سليمان فرنجي. طيب بس كمان الواحد لا يكون منطقي انه ثبات استراتيجي لهيدي اللحظة، اي حرب شاملة البعض يتوقع انه ممكن ان تؤدي الى ترئيس العماد جوزيف عون على حساب سليمان فرنجي، لان احنا بنكون فتنا بحرب شامله وبالتالي نحن بدنا نعمل باكد على انه في البعض ناطر حرب من اجل استغلالها لوضع العماد جوزيف عون في سده الرئاسه، مش حزب الله اللي ناطر حرب ليرئس سليمان فرنجي. كلامك بدل انه في البعض ناطر على ان يكون هناك حرب شاملة وفوضى وحالة طوارئ بالبلد، وبيقولوا للعماد جوزيف عون تفضل انت استلم زمام امور البلد. انا ما عم بحكي على شخصه، انا عم بحكي توصيف. فاذا مين اللي بيكون ناطر تسوية ومين اللي بيكون ناطر ظرف؟ يعني طيب انت هلا قدام مرشحين، عدة مرشحين، في عندك سليمان فرنجي، عندك اللواء الياس البيسري، وعندك العماد جوزيف عون، شيء واعتقد كل فريق عم بيقبل بمرشح له ونحكى كثير، فتفضلوا روحوا على طاولة حوار، كل واحد يحط هالاسم اللي هو بيقول ايه مزبوط انا داعمه، ونروح على خيارات رئاسة الجمهورية، تقبلوا؟ لا ما بيقبلوا. طيب شو الحل؟ انتوا الثنائي معطلين، يا اخي ما انا عم بقول لك تفضل على الحوار. هلا هو اني غلطوا بشغلة واحدة. بتعرفي ليه؟ انه كانوا عم يحكوا معهم بالعرب. انا محلهم، يا يحكوا انجليزي يا يحكوا فرنسي بيفهموا لك. وهن بيقولوا انه حكوا ايراني معهم يا رايق كمان بيمشي الحال يعني للاسف اصلا لازم يدخلوا اللغه الفارسيه بلبنان يعني للاسف نحن امام هذا الوضع والروسية طبعا. كل شيء معرقل وواضح انه ما في رئاسه جمهوريه وهذا ما في شيء، هذا الموضوع وقت على امل انه عن جد الله يحمي هيدا البلد وهي المنطقه كمان من جنون نتنياهو اذا في حال دهورت القصص اكثر. انا بدي اكيد مش